باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. في الحقيقة من المواضيع الجميلة في الخدمة هو حياة التسليم، وكل خادم أدى خدمة معينة وداء حياة التسليم هنلاقي إن هو تمتع ببركات كتيرة جدا. وحياة التسليم هو إن الإنسان يسلم حياته لربنا، إن هو يضع كل مشاكله، مشاكل الخدمة، مشاكله الشخصية في إيد ربنا، مش بس إن هو يحط المشاكل لكن كمان يسيبها ويثق في إيد ربنا وينساها تماما. النهاردة في نقطة التسليم عايزين نتكلم عن ثلاث نقط. النقطة الأولانية، التسليم مش معناه إن الإنسان يعيش بدون مشاكل، لكن الإنسان يعيش في حياة سلام. تاني، التسليم مش معناه إن أنا هعيش حياتي وردية بدون مشاكل، لكن أنا هقابل مشاكل، لكن حتى لو قابلت مشاكل فأنا هسلم حياتي لربنا. بمعنى إيه؟ بمعنى قصة معلمنا بطرس الرسول لما كان في ضيقة مع السفينة، كلهم كانوا لسه طالعين من معجزة جميلة هي إشباع الجموع. وزي ما قلت إن حياة الإنسان ممكن تبقى ماشية فيها معجزات وفيها ستر، وبرضو نلاقي إن في ضيقة ممكن تحصل، في تجربة ممكن تحصل. مش معنى إن ربنا سمح للإنسان بضيقة أو بمشكلة يبقى ربنا زعلان منك، لا. الخدمة هي مجال كبير إن أنت تقابل فيه تجارب، لكن حتى في وسط التجربة تعيش في سلام. فنلاقي إن السفينة كانت معذبة في وسط البحر بعد معجزة كبيرة، يبقى في معجزة وفي تجربة. فكانت السفينة معذبة، جه المسيح وقال معلمنا بطرس زي ما هو طلب، قال له أنا عايز أمشي على المية، قال له تعالى امشي. في تسليم، مشي على المية تسليم كامل. لكن الوقت اللي هو فيه شك وقلق وخاف، قال لا، يبقى الموضوع كده فيه حاجة، فابتدى إنه هو يغرق. المسيح قال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ إذن معلمنا بطرس وهو ماشي على المية الضيقة ما انتهتش، كان في ضيقة، لكن هو اللي كان ضايق معنى السلام، هو اللي كان حاسس بإيد ربنا بتسنده، فعلا كانت إيد ربنا سنداه. يبقى النقطة الأولى إن التسليم مش معناه إن مفيش مشاكل هتقابلني، ولكن التسليم معناه إن أنا هعيش بسلام مع ربنا. برضو لما يكون في مشاكل أبقى متأكد إن ربنا جاي، حتى لو ربنا تأخر عندي فكرة الهزيع الرابع اللي هو في آخر وقت ربنا هيجي، حتى لو الوقت تأخر ربنا جاي وربنا هيحللي المشكلة وربنا صانع الخيرات. النقطة الثانية، التسليم هو الاتكال. يعني ايه الاتكال؟ ان انت تسيب الامور على ربنا. ساعات كتيرة في الخدمة بيبقى عندنا وجهة نظر، عندنا فكرة معينة، عايزين الخدمة تمشي بالطريق المعين، عايزين نشتري كذا، عايزين نعمل كذا. بس ساعات كتيرة قوي ربنا بيقولك اللي انت بتعمله ده حلو بس نأجله شوية، او انا ليا وقت رأي تاني. فربنا بيعمل ايه بقى؟ بيقولك تعال نأخر الموضوع ده شوية، تعال نأجل الموضوع ده شوية. فالاتكال على ربنا يخليني أعيش بسلم حياتي لربنا، وده بنلاقيه في حياتنا الشخصية، بنلاقيه مثلا في احتياجات الكنيسة في إخوة الرب. ساعات كتير قوي في العيد مثلا يبقى فيه احتياجات لإخوة الرب مادية وعينية وأكل وحاجات، وربنا بيدبر في آخر وقت. افتكر إن في مرة من المرات في بداية خدمتي، وكان في يوم لإخوة الرب وكان في ناس كتيرة قوي جاية، وابتدت إن الفلوس أوشكت على الانتهاء. جه واحد أخير الفلوس انتهت فعلا، فما كانش فيه محاسبين في الوقت ده في الكنيسة، والدنيا كلها انتهت. طب نعمل إيه؟ ربنا أكيد هيرتبها. المهم لميت حاجتي، كانت الساعة 11 بالليل، والولاد قالوا لي في حد يا أبونا هيعترف، فقلت لهم دخلوه. يعني قعدت الأول الوقت اتأخر، بعد كده قلت يلا دقيقتين ثلاثة ما جراش حاجة. فدخل، أول ما دخل اعترف وقال لي يا أبونا في مبلغ للكنيسة علشان احتياجات إخوة الرب. كأن ربنا بيبعت صوت دايما إن حتى لو الدنيا خلاص ربنا بيبص، بس الإنسان يتكل عليه ويسلم حياته. في الحقيقة في كل الكنائس هنلاقي إن إخوة الرب ربنا بيدبر احتياجاتهم، ربنا بيعول. ياما في أشد الأوقات ربنا يبعت الاحتياج، ياما
الكنيسة مثلا كانت محتاجة مبلغ معين يجي بنفس المبلغ ربنا يدبره وربنا يبعته. كتير قوي بنلاقي كده. النقطة الأخيرة اللي احنا نتكلم فيها التسليم هو الأبوة. أبوة زي ما أشعياء 32 يقول كده أنه مخبأ من الريح، ستارة من السيل، ويكمل ويقول ظل صخرة عظيمة في أرض معيّة. يعني تخيلوا كده درجة الحرارة 50 في صخرة قوية الواحد يقف يحتمي فيها. نفس الفكرة المسيح كان بيعمل كده، وإحنا في حياتنا في الخدمة لازم نعمل كده، إن أي إنسان يلتجئ إلينا لازم نكون ظل صخرة عظيمة في أرض معيّة. في الحقيقة محتاجين النهاردة ناخد تدريب للتسليم. هو إيه؟ إن أنا أصلي وأقول لربنا لتكن لا إرادتي بل إرادتك يا رب، زي ما بنصلي في أبانا الذي ونقول له لتكن مشيئتك. صليها من قلبك وقول لربنا فعلا يا رب لتكن مشيئتك. أنا ساعات بيكون ليا مشيئة، بس اوعى تزعل لما يكون لربنا مشيئة تانية. تعالوا ناخد تدريب في التسليم، إن أنت كل وجع قول لربنا يا رب أنا بسلم الوجع ده ليك علشان أنت تحوله الفرح. كل ضيقة قول لربنا أنا يا رب بسلم لك الضيقة دي وأنا متأكد أن الضيقة دي هتوصلني السماء. كل شخص يقابلك في حياتك اعتبره أنه هو صوت من ربنا ورسالة من ربنا علشان تخش بيها السماء. اعتبر كل حاجة في حياتك ما هياش صدفة ولكن هو ترتيب إلهي. ربنا يحافظ على حضراتكم ويدينا كلنا حياة التسليم بصلوات أبينا الحبيب صاحب القداسة البابا أنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المقرم أنبا مقار، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين.